إذن للحديث أكثر عن الموضوع ينضم معنا داخل الأستوديو النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني الأستاذ شريف سليمان. سيد سليمان أرحب بك، وبداية دعنا يعني نتساءل أين وصلت المفاوضات مع الاتحاد الوطني الكردستاني حول مرشح رئاسة الجمهورية؟ في البداية مساء الخير عليكم وعلى مشاهديكم الكرام أينما كانوا. إنما الأعمال بالنيات، النية إن شاء الله موجودة في إنهاء الخلافات والعراق قيلة تواجه العملية السياسية. بالنسبة للمفاوضات كان آخر لقاء مع فخامة الرئيس مسعود برزاني ورئيس اتحاد الوطني الكردستاني بابل طلباني، وأجواء طيبة جدا والتفاؤل موجود، وإن شاء الله سوف يكون هناك نتائج تفضي بشكل، ولكن لابد من مخرجات يعني رسمية عن هذا اللقاء، عن هذه اللقاءات. نعم، لا، المخرجات هي معالجة جميع المشاكل، ليس موضوع واحد فقط، موضوع الرئاسة تقصد الذي هو شغل الشاغل، ليس موضوع الرئاسة فقط، طرح موضوع الرئاسة رئاسة الجمهورية، ولكن هناك أيضا مواضيع أخرى كانت موجودة معلقة ما بين الجانبين، وإن شاء الله وصلوا تم التوصل إلى صيغة أو إلى رؤية محددة حول هذه المواضيع، وسوف يكون هناك نتائج طيبة على جميع الأطر في العملية السياسية. معنى ذلك أنه المشكلة لا تتعلق بمنصب رئيس الجمهورية أو المرشح، نتحدث ربما عن قضايا أخرى لا زالت شائكة لدى الحزب. أكيد هناك الكثير من الأمور الأخرى التي هي محض خلاف في الرؤى، موضوع الانتخابات وموضوع البيشمركة ومواضيع عديدة أخرى، موضوع كركوك، العديد من الأمور التي هي محض نقاش ويعني حوار ما بين الجانبين، يجب يكون هناك إيجاد الحلول لها في هذه المرحلة. طيب، وبالإضافة إلى موضوع رئاسة الجمهورية. طيب سيد الشريف، نتحدث عن الضغط الزمني، لربما الإطار التنسيقي يتحدث عن ضرورة استكمال الاستحقاقات الدستورية والحديث عن جلسة الانتخاب رئيس الجمهورية. ما هو وجهة نظر أو ما هي وجهة نظر الديمقراط الكردستاني إذا ما مضت الأطراف الأخرى إلى عقد جلسة الانتخاب رئيس الجمهورية بعدم حضوركم؟ أعتقد عقد جلسة البرلمان العراقي تحتاج إلى أن يكون هناك اتفاق سياسي أو توجه لجميع الكتل السياسية إلى اتفاق معين، لكي يكون هناك رؤية محددة لعقد هذه الجلسات لبدء البرلمان بعمله، ويكون توجه الحقيقي لعقد هذه الجلسات إلى أن تفضي إلى شيء. يعني نتمنى أن يكون هناك في أول جلسة في بعد قطاع العمل البرلماني أن يكون هناك اتفاق ما بين جميع الأطراف أن في مسألة رئيس الجمهورية، بعد ذلك الخطوات اللي هي دستورية الأخرى. ولكن أرى أن النية موجودة أكثر من قبل والتوجه حقيقي، وأرى الشعور معنى ذلك أن قوى الإطار بدأت يعني بالاستماع لكم مثلا بالحزب الديمقراطي الكردستاني الحوار. هل حددتم أنت كنائب داخل مجلس النواب، هل حددت بشكل رسمي جلسة؟ لم تحدد أي جلسة لحد الآن، ولا حتى قريبا، ولا لم تحدد لا قريبة ولا بعيدة، ولكن هناك نية وتوجه حقيقي لعقد جلسة البرلمان وبدأ البرلمان بعمله، ولدى الكل منتظر لأن يكون هناك مبادرة حل أو لكي يكون هناك انطلاقة حقيقية لعقد الجلسات وحل المسائل العالقة وانتخاب رئيس الجمهورية والخطوات الدستورية الأخرى. يجب أن نخرج من عملية. وماذا عن مرشح رئيس الجمهورية؟ هل ستدخلون بمرشحين؟ وآخر التصريحات ربما كان هناك مرشح تسوية حتى بشكل شبه رسمي. لحد الآن لم يتم الاتفاق على رؤية معينة أو محددة بالكامل حول هذا الموضوع، ولكن الأمور مشجعة، المفاوضات مشجعة، الأجواء مشجعة جدا لكي يكون هناك مرشح واحد يتم المجيء به إلى البرلمان لكي يكون مرشحا لرئاسة الجمهورية. طيب نعم. نتحدث عن القضايا الأخرى التي لا زالت شائكة، الحديث عن انتخابات الإقليم، محافظ كركوك، وأيضا الاستحقاقات الوزارية في الحكومة المقبلة. هل رؤية الديمقراط الكردستاني، أم نتحدث عن رؤية جامعة للأطراف الكردية، أنه كل هذه الملفات تحسم في بكج واحد، في رزمة واحدة، أم نتحدث عن حسم منفصل لكل ملف؟ سيد شريف، كيف يكون حسمها في ملف واحد؟ يعني رئاسة الجمهورية تحتاج إلى أن يكون عقد الجلسة بثلثين،
وهناك امور اخرى تحتاج الى مفاوضات ما بين الكتل السياسيه لكي يكون هناك اتفاق. لا انا اتحدث عن الحسم داخل الحزبين الكرديين. لم يتم مناقشه هذه الامور لحد الان من البكر جدا هذا الموضوع. انا يعني ما على اطلاع لحد الان ارى ليس لم يتم مناقشه هذا الامر، ارى من البكر في هذا الموضوع. سوف يكون هناك اكيد من السهل لكي الكل لديه الاستحقاق الانتخابي، هذا الموضوع ليس ذو تعقيد كبير، ولكن الموضوع هو مسألة التوافق الاتفاق على الوثيقة السياسية، البدء بالعمل البرلماني والتوجه الحقيقي صفاء النية، فإن يكون هناك توجه حقيقي لحل المشاكل العالقة والاستحقاقات الدستورية. طيب هذا التوجه النيابي أو هذه النية الصادقة لعقد جلسات مجلس النواب، نتحدث هذا بعد تلبية السيد الصدر لدعوة من السيادة والديمقراطي للذهاب إلى الحنانة؟ هناك توجه بأن يكون هناك وفد يذهب إلى الحنانة مكون من الديمقراطي الكردستاني والسيادة وطرف من الإطار التنسيقي لكي يكون البدء الحقيقي لإنهاء الخلافات، لكي يكون جميع الأطراف راضية ومطلعة على ما هو. طيب متى هذا الموعد؟ هل من معلومات يعني أن هذا الموعد قريب؟ ماذا يعني؟ والله التكهنات تذهب إلى أن يكون نحو الأسبوع القادم إن شاء الله، إذا ما حصل، إذا ما توفرت كل، إذا ما صار هناك توجه آخر، لأن نحن ما بين يوم وآخر يكون هناك مستجدات. وأرى أن هناك التوجه الحقيقي، الكل يفكر بأن يكون هناك مبادرة حقيقية من الأطراف التي ذكرتها لكي إلى سيذهب لسماع رأي السيد الصدر أم سيذهب بمبادرة لحل؟ أكيد عندما يجتمع القادة السياسيين سوف يكون هناك حل هذه المشاكل والتوجه الحقيقي. هو بالأساس سيد شريف حصلت الموافقة؟ لحد الآن لم يتم تطرق أو المبادرة بأن يكون التوجه الحقيقي في أخذ الموافقات وإلى ذلك. هناك فقط النية أو التفكير أو التي توجه بأن يكون هناك وفد مكون من السيادة ومن الديمقراطي الكردستاني ومن الإطار التنسيقي يذهب إلى الحنانة للالتقاء بسماحة السيد وأن يكون البدء بحل المشاكل. النية أو الرغبة سيد شريف نتحدث عن أكثر من أسبوع، يعني نتحدث عن زيارة مرتقبة وفي الثلاثي إلى الحنانة يضم السيد نجرفان والسيد الحلبوس والسيد العامري. لم أعلم باتفاق حصل ما بين الأطراف السياسية في هذا الموضوع، ولكن هو مجرد لحد الآن إن شاء الله تكون حقيقية إن شاء الله. أنا متفائل جدا، ولكن لم يصل إلى مستوى الاتفاق بأن يكون هناك اتفاق مكتوب، مبادرة حقيقية مكتوبة من قبل هذه الأطراف تذهب إلى الحنانة لكي البدء بالمشاورات. ولكن أرى أن النية والتوجه الحقيقي هو نحو هذا العمل، أن يكون هناك وفد مكون من هذه الأطراف يذهب إلى سماحة السيد لحل المشاكل الموجودة. واضح. في العملية السياسية. واضح. إذن النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني السيد شريف سليمان كنت معنا، شكرا جزيلا لك. شكرا جزيلا.